خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. اهلا بيك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم وسنه سعيده. استاذ يوسف معالي النائب المحترم، ربنا يخليك يا دكتور، كل سنه وحضرتك طيب وسنه سعيده ان شاء الله. ومصر بخير كلها ان شاء الله، وتحياتنا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد النهضه الحديثه الحقيقه. يا رب يا رب يعمل الصالح لمصر كلها، ويعني ييسر لما فيه خيرا للعباد وللبلاد بإذن الله. دكتور عبد الوهاب، رأيك إيه في كلام الرئيس النهاردة على توطين الصناعات التكنولوجية أو الصناعة في المجالات المرقمنة والتكنولوجيا والبصريات؟ الحقيقة يا أستاذ يوسف، تكنولوجيا البصريات ليها تطبيقات كتيرة جدا زي ما معاليك قلت من شوية، لانه النهارده من اهم حاجات خاصه بها مثلا هي متدخله بشكل كبير جدا واساسيه في علوم الفلك وعلوم الفضاء والكيمياء والطب والصيدله والجيولوجيا، كل العلوم متدخله معاها تكنولوجيات البصريات، لان فيها العدسات، كل الميكروسكوبات وكل العدسات الكبيره كلها وقطاع المرايات المستخدم سواء استخدامات يعني مدنية أو عسكرية أو فضائية وغيرها، كلها قايمة على هذا الكلام، لأن العدسات أو البصريات عموما هي بتعتمد على الضوء، والضوء زي ما احنا عارفين هو النوع من أنواع الطاقة، وطبعا طريقة انتشاره وانعكاسه وانكساره، كل هذا الكلام هو علم قائم بذاته، وهو يمكن من أهم العلوم الخاصة بعلوم الفيزياء. عظيم. احنا طبعا لما نوطن هذا الكلام وننقل التكنولوجيا التطبيقيه، اللي اولا احنا عندنا هنستغل مواد خام متوفره عندنا، زي ما اتكلمنا يمكن مع عليك قبل كده، الرمال البيضاء وهي احد المواد الرئيسيه في صناعه البصريات، والالياف الضوئيه اللي زي ما حضرتك قلت الناقله للبيانات واشعه الليزر، وكل التكنولوجيا المعلومات قايمه النهارده على الالياف الضوئيه. صحيح. أو أحيانا بنقول عليها الألياف البصرية عشان إحنا بنتكلم على التكنولوجيات البصرية. صحيح. إحنا لو دخلنا في استغلال المواد الخام المتوفرة حاليا هنقلل طبعا فاتورة الاستيراد، وهنوفر العملة الأجنبية اللي العالم كله بيعاني من نقص العملات الأجنبية نتيجة الأزمات العالمية. طبعا هذا الكلام لن يتأتى إلا بدعم من القيادة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهد كبير من الحكومة، لأن احنا محتاجين يكون عندنا تدريب عملي وفني لمعاهد متخصصة بالتعاون مع خبرات عالمية، محتاجين نأهل كوادر بشرية متخصصة، لأن علوم البصريات هي من داخلها فيها شعب خاصة بالضوء وخاصة بالأجهزة الخاصة بالميكروسكوبات والأجهزة الطبية الحديثة سواء اللي بتستخدم في الجراحات الدقيقة وغيرها، لأن كلها النهاردة بالفايبر أوبتيك. كمان إحنا محتاجين النهاردة ندخل في صناعة الألياف الضوئية. تعرف يا أستاذ يوسف، إحنا النهاردة زي ما حضرتك قلت في يعني عمليات الرقمنة في مصر، إحنا النهاردة لما بنيجي نعمل تطبيقات مثلا التحول الرقمي في مصر لازم هتمد يعني مئات الالاف من الكيلومترات من الالياف الضوئيه، طب احنا بدل ما نستوردها ما احنا نصنعها ونكون كمان مصدر ليها على الاقل في افريقيا والمنطقه الشرق الاوسط، وخاصه ان احنا عندنا الرمال البيضاء اللي بتصنع منها هذه المواد. صحيح. اذا احنا النهارده على اعتاب توطين صناعه هامه جدا وركن رئيسي في استغلالات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات بشكل عام، ده جزء من الهاردوير طبعا ملوش علاقة بالتطبيقات السوفتوير، لكن النهاردة ما هي الأجزاء كلها متكاملة، وهذه الصناعات ممكن توفر على مصر مئات المليارات طبعا مما لا شك فيه. طب هنا دكتور عبد الوهاب، واحنا بنتكلم على مخزون كبير جدا من الرمله البيضاء او السيليكا عاليه النقاء، واللي هي النقاء بتاعها على حسب ما انا حاولت اقرا يعني هي من معدلات النقاء العاليه جدا، يمكن اعلى كمان من اللي موجوده في مناطق مختلفه زي الولايات المتحده الامريكيه، بالاضافه لوجود بنيه بالفعل اساسيه على الصعيد التكنولوجي، اعتقد انها اكثر تطورا عشرات المرات في مصر مما سبق. هل دي
عوامل تدفع للمزيد من جذب الاستثمارات سواء إذا كانت وطنية أو عربية أو أجنبية في هذه المجالات في مصر؟ احنا الحقيقة اللي شفناه من خلال السنوات اللي فاتت، يعني في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا كنا زمان بنصدر الرمال البيضاء والرمال السوداء، ودول كون من الحاجات الغالية جدا كنا بنصدرها بالطن كمادة خام. صحيح. النهاردة فخامة الرئيس أوقف هذا الكلام لأن بنعمل عليها قيمة مضافة، وأنا أعتقد أن تم فعلا الاتفاق مع بعض الشركات العالمية اللي هتنشئ نوع من الشراكة مع الحكومة المصرية في توطين هذه الصناعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأن احنا فعلا احنا أهم حاجة زي ما حضرتك قلت احنا عندنا من أنقى أنواع السيليكا، ومش بس كده وغير مختلطة بأكاسيد أخرى. يعني في دول عندها سيليكا بس مرتبطة بأكاسيد أخرى، فعملية الفصل بتاخد وقت. صحيح. احنا عندنا يعني عندنا هذه المادة اللي هي المكون الرئيسي، والحقيقة عندنا خبرات وعلماء في مجال الفيزياء ومجال البصريات سواء في الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية أو في المراكز الأبحاث الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. إذن إحنا قادرين إلى توطين وتصنيع بعض ما يلزمنا سواء في الإنتاج المدني أو الإنتاج الحربي من العدسات والأجهزة الخاصة بأشعة الليزر وصناعة الألياف الضوئية المختلفة والأشياء الأخرى اللي داخلة في مجالات الطب والهندسة والفضاء. بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور عبد الوهاب، كل الشكر لدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.